ملاكمة مصفوح وداد 22 سنة بطلة إفريقيا في 2017 في وزن 54 كيلوغرام. البداية تاعي كانت في رياضة الكيك بوكسينج اللي خيرها لي الوالد تاعي ومارسها مدة 11 سنة اللي كنت حصلت على بطولات وطنية. موراها دخلت قلت ندير الملاكمة واللي راني نمارسها الآن. بعد ما تحصلت على ألقاب وطنية خيرني باش نلتحق بالفريق الوطني ومع درنا التربص خيروني باش ندخل في البطولة الإفريقية اللي جرت في كونغو برازافيل و 2017. بعد ما دخلنا في المنافسة تحت ربع النهائي مع مغربية، في هذيك المنازلة كانت شوية صعبة بالنسبة لي باسكو ديت فيها إصابة على مستوى الوجه وكنت خايفة يحبسني الحكم، مي الحمد لله كانت جرات كما كنت حابة وتأهلت للدور نصف النهائي ومن موراها للنهائي اللي طحت مع كانت ثاني منازلة شوية صعبة، مي الحمد لله لديت ميداي ذهبية والحمد لله شرفت البلاد. صفوح سمير الأخ الأكبر للملاكمة صفوح وداد، وحنا في العائله تاعنا ما عارضناهاش باش تمارس هاد الرياضه هذه، ولا إن سيما هي رياضه للرجال كو للبنات ما عارضناهاش. شوف انا شغل شخصيا كنت خايف على وجه تاعها، فيها كسر الان في تومي، ولكن ياكم هي حبت الرياضه هذه حنا ما عارضناهاش، وحنا يعني عائله تحب الرياضه وما مارسناهاش كاع، ولكن الرياضه حنا نحب الرياضه سيرتو كي لحقت باش تمثل العلم الوطني وواحد الفريق الوطني، وهذا الشيء شرفنا بزاف بزاف وما كناش ننتظروا هذا الانجاز تاعها. في البطولة الإفريقية زادت الطموحات تاعي باش نشارك في البطولة العالمية وتانيت في الألعاب الأولمبية اللي حتجرى في طوكيو 2020. يعني حنكون إن شاء الله حنكون أول ملاكمة جزائرية اللي راح تشارك، وإن شاء الله يكون النتائج تكون نتيجة مليحة بالنسبة لنا وباش تكون يعني نتيجة وتشرف بلادنا وترفع الراية الجزائرية.